اللي عايز اقوله لك ان اخر طلب لبليغ في هذه الحياه وهو في مستشفى جوستاف روسي في باريس قبل ما يموت بما فيش يعني 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 دقائق. حد صاحبه هناك الاستاذ محسن الخطاب ده كان يعني يعني مساعد ليه ومقرب كان طول الوقت معاه، طلبه في التليفون وقال له تعالى لي بسرعه المستشفى. لقاه في حاله الحقيقه كانت صعبه، حاله صحيه، فكان اخر طلب البليغ قال له ما تحاول تكلمني ورده في مصر. تخيل يعني اخر طلب ليها. فلا بليغ اتجوز يعني على فكره رغم ان هم اتطلقوا مثلا او انفصلوا سنه 79 بس لاخر وقت الحقيقه يعني بليغ عاش بعديها لغايه 93 يعني شوف حوالي يعني 14 سنه. كانت ورده هي قصه حبه وهي وكل ما يعمل لحن جديد يكلم ورده يسمعه لها. فدي قصه، لا دي قصه ملهمه، دي من الحاجات اللي تتحط جنب عنتر وعبله يعني. دي حقيقه يمكن زي ما حضرتك بتقول يا استاذ ايمن، حتى ممكن الشباب اللي لسه حتى دلوقتي مش عارف بالظبط اغاني بليغ ايه، ممكن يكون بيسمع عن بليغ حمدي بس عارفين بليغ حمدي وقصه حبه مع ورده. يعني الحقيقه فنان كبير وعملاق، وبشكر حضرتك انك دونت قصته في كتاب لان هو يستاهل الحقيقه.